السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أخو الشهيد عبد الرحمن فرج. عبد الرحمن فرج مرضي الوالدين، الحمد لله رب العالمين. صلاة شغل دار دار شغل بإذن الله تعالى، وربنا يتقبل شهيد. طبعا عبد الرحمن أمره عليه كل سلوان، فيش بني آدم قد محبوب. طبعا لساته صغير بعمر الوردة، جديد الطبق 18، 5 أيام إلى عيد ميلاده مارق. فيش زيه عبد الرحمن، فيش زيه، أطيب قلب، امره بكل سلوان. اذا بتشوفوا واحد زي عبد الرحمن مستحيل. عبد الرحمن مرضي الوالدين، الحمد لله رب العالمين، بيحفظ القران الكريم باذن الله تعالى. بني ادم بيصلي بخاف الله، بعمره ما اذى بني ادم، بعمره ما جرح بني ادم. طول عمره العالم بترن عليه: عبد الرحمن وينك؟ بدنا نشوفك، اصحابك احنا بطلنا نشوفه من الدار، بس لانه بضل بلمه الحاره، بلمه الشباب. بني ادم محبوب. ما مرضي الوالدين الحمد لله رب العالمين، بعمره ما عاق اهله، بعمره ما سوى مشاكل، بعمره ما جاب مصيبه على الدار، والحمد لله رب العالمين.